الهدنة التي كان من المفروض أن تفتح طريقاً نحو السلام تنقلب إلى طريق نحو التقسيم. موسكو تتحدث عن الفيدرالية وترسم على الأرض الحدود بالحديد والنار. معكم مع الشعب. العراق يتقلب بين دعوات الإصلاح السياسي والتنفيذ المذهبي والنداء إلى خوض معركة بغداد النهائية. الحسم يقترب في الانتخابات الأمريكية. هيلاري وترامب يتصدران المشهد الديمقراطي والجمهوري، وقضايا المنطقة على نار هادئة. اللجوء السوري في الأعلام الأردني بين الإنصاف وخطاب الكراهية. ملفات تطرحها ميرنا مندر في آخر الأسبوع، يأتيكم في الأوقات التالية على أورينت نيوز.